المتوافق عليه هو أن التشخيص الوضعية يعني وضعية خطيرة، وضعية وصلت لبعض لواحد الدرجة ديال أننا كما تقولوا شعلت البولة الحمراء، وصبح لنا يعني مسألة ديال السدود يعني مخزون من الماء وصل لواحد النسبة اللي صعيبة ما سبق لينا، وصلنا هذه النسبة اللي كنا اليوم أقل من 30% ديال الماء ديال السدود، بعد ما وصل في شهر جوج لحوالي 22% حسب الإحصائيات اللي تتعطى. مسألة ديال التلوج وغيرها ما بقيش تتسق، تشوفها مرة في العام أو ما تتسقط طيلة السنة. والناس المسألة ديال المياه الجوفية كبديل بالخصوص في القطاع الفلاحي. هذا المجال هذا يعني كرس واحد الوضعية اللي ولات أخطر، هو تهديد يعني السلم المائي اللي يطمحوا ليه جميع المواطنين، وصبح الماء ديال الشرب مهدد. يعني كيفاش غادي نوفروه لمجموعة من المناطق اللي هي في العالم القروي؟ تدار حلول اللي تصرفت فيها أموال طائلة هي تصفية ديال المياه البحر، هذا هو البديل الوحيد اللي كاين حاليا، والدولة مشات في هذا الاتجاه ودارت فيه استثمارات واعتمادات مالية كبيرة، ولكن إلى أي حد استجاب الحاجيات يعني الكبيرة ديال المواطنين؟ إذا من ناحية تشخيص كلنا متفقين على أن الوضعية تحتاج إلى وقفة وإلى اهتمام وإلى يعني بحث معمق للتعامل معها. هذه الوضعية تتعطينا جوج ديال الأمور، الأمر الأول مدى استعداد المواطن إلى تحمل واحد الانتقال من المرحلة السابقة اللي كان فيها الماء متوفر في الروبيني، متوفر في جميع القنوات، لواحد الوضعية اللي أصبح الماء ما كاينش. واش المواطن يعني استوعب هذه المرحلة هذه، واش قادر يدير هذا الانتقال في التعامل ديالو مع الماء؟ حنا تنقولوا أن خصنا مجهود كبير لإقناع المواطن بالانتقال واحد المرحلة انتقالية من الوضعية السابقة ومن التعامل مع الوضعية السابقة إلى الوضعية الحالية والتعامل معها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هو مدى يعني تغير التعامل ديال المؤسسات العمومية والإدارة والقطاع الخاص مع الوضعية الجديدة. نفس الشيء خصنا مجهود كبير. هنا تنقولوا احنا في إطار التتبع أن خصنا ندوزوا المرحلة ديال يعني الحزم والزجر والتتبع والمراقبة ديال المجال المائي، لأنه مجال لا يجب التلاعب معه. إذن هذه عطيت دابا الوضعية كيفاش دايرة، عطيت ضرورة الانتقال لمرحلة والتعامل مع المرحلة الجديدة، ومن بين الحلول احنا كهيئة وطنية نقول أن خص هذا المجال خصو يحيد من تلاعبات، وخص تدار فيه بعض الإجراءات زجرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه إلى حين ينعم علينا الله سبحانه وتعالى بالأمطار. هذا هو الحل الوحيد. مسألة ديال الانتقال من استغلال يعني المياه السطحية والمياه المعبأة إلى المياه الجوفية، هذا كرس واحد الوضعية اللي هي صعيبة. يعني احنا ما تنقولوش أننا غنتوقفوا على المياه الجوفية، لأن ما يمكنش نوقفوا أنشطة ديال الدولة كالمغرب اللي تيخدم في الأنشطة الفلاحية، لكن هناك يعني إجراءات التي يجب اتخاذها. يعني احنا كهيئة وطنية ومن خلال التتبع ديالنا لهذا الملف ما يمكنش يعني نقبلوا رؤسنا كمغاربة ان باقي في مناطق اللي وصل فيها الماء 300 متر في العمق ديال الارض وباقي تنغرسوا اشجار الليمون جديدة اشجار جديدة، وحدانا اشجار موت يعني في واحد الاستاد واحد المرحلة ديال الانتاج تتيبس، يعني ضيعات تتيبس بسبب الماء ما كاين وضيعات تتغرس. هذا تساؤل كيفاش نتعاملوا مع هذه الوضعيه. مساله اخرى هو انتاج بعد يعني بعض الغلات وبعض المنتوجات الفلاحيه اللي تستعمل الماء بزاف، بحال الطماطم، بحال واحد العدد ديال المنتوجات، بحال الدلاح، بحال هذه المنتوجات هذه اللي تنصدروها للمدن الدول الاوروبيه. حنا عندنا الامطار ما تتفوتش 200 ملم 140 160 ملم، وتنصدروا هذه المنتوجات اللي هي تستهلك الماء بزاف للدول
اللي عندها يعني نسبة الأمطار توصل ل 2000 ملم 1500 ملم 1000 ملم. هذا تناقض. هنا خصنا ندير واحد الاستراتيجية في التعامل مع المياه الجوفية ومع الإنتاج الفلاحي ديالنا، وأيضا مع طريقة التغذية ديالنا. احنا اليوم مثلا ما خصناش نوفروا يعني الأضاحي العيد اللي هو قريب، وهي شعيرة دينية اللي ما يمكنش حتى شي مسلم يتصور ان غيتخلى عليها. لكن سبب نسولوا راسنا علاش ما قدرناش نوفروا يعني الجانب ديال الحواله في العيد، لان هذاك المال اللي بغي يستعمل هذاك الحولي في التغذيه ديالو ما عندناش. هذاك الكلى الخضار، هذاك المال اللي غيشرب، هذوك الامور كلها ما بقاتش متوفره. يعني شوف الخطوره اللي وصلت. هنا تنوضعوا علامه استفهام حول التعامل ديال المؤسسات والمتدخلين والحكومه مع هذا القطاع هذا. فخصنا واحد نعطوا واحد الاولويه. وهنا نمشي للجانب ديال التراخيص ديال الابار، حيت يعني استعمال المياه الجوفيه كانوا داروا اجراءات ديال منع يعني الحفر الجديد في المنطقه ديالنا حنا في سوس ماسا، يعني باستثناء المناطق الجبليه وبعض المناطق اللي باقي لم توفر فيها بحال تلوين وغيرها. فالتعامل مع هذا الترخيص، اولا الطريقه ديال الانسان باش ياخذ رخصه خصو يهيئ ملف ديالو متضمن لترخيص قديم، يعني يثبت ان ذاك الحاسي راه كاين متواجد، باش يحصل فقط واستثناء على رخصه التعميق او رخصه الحفر. هاد جوج الحالات اللي مرخص فيها الحاليه المخصه الاداره ديال اللي هي وكاله الحوض المائي بتجديد الترخيص لاستعمال المياه الجوفيه. علاش درت هاد العمليه هادي؟ هنا درت تقولوا ان البير كاين، يعني كاين مغروسات خصنا نقضوا هذوك المغروسات اللي كاينين. لكن في التتبع ديال هذا الملف ما تنقتصروش على دوك المغرسات اللي كاينين بوحدهم، تنزيدوا يعني مساحات اخرى في الاستراتيجيه ديال هاد الفلاح ملي يشد رخصه تيمشي يزيد مغرسات جداد. اذا خرجنا على ديك الاراده ديال الاداره، هي عطاتنا باش نحافظوا على دوك المغرسات اللي كاينه، اما نعمقوا داك البير اللي نقصنا فيه الماء، اما الا كاين دي زوبستاكل عوائق باش نخدموا فيه تنعوضوا. هادو هما الحالات بجوج للحفاظ على ديك المساحة المغروسة، ولكن الحفر الجديد ما بقى، ولكن المساحات الجديدة باقية. هذا هو الإشكال. إذا بحال إلى كاين واحد النوع ديال التحايل على القانون ديال الترخيص، فخص المتابعة ما تختصرش على الجانب ديال الترخيص، خصها تمر الجانب المساحات المغروسة باش نحافظوا عليها، باش على الأقل نوفروا لها الماء ونحافظوا على هذاك الشويه اللي كاين في الفرشه المائيه، لان كاين فيه اغراض اخرى ديال الماء الصحي الشرب، واحد عدد المناطق التي لا تزود بالماء. راه خصنا نفكروا بواحد المشكل، عندنا تجمعات سكنيه ومدن اللي فيها بعض الشركات بحال لونيب بحال الرامسه في اكادير اللي تتزود السكان، ولكن كاين مناطق اللي ما فيهاش مزود مباشر، تيختصر اما على الجمعيات ديال الماء الصحي الشرب واما على يعني الجلب الفردي. خصنا نفكروا لهاد الناس هادو، لان غدا الا بقات لنا راه الدوله مسؤوله باش تديروا من المناطق الجبليه واحد العدد ديال الدواوير، واحد العدد المساحه الشاسعه اللي ما فيهاش الامكانيه ديال ذاك المواطن باش يوصل للماء. هنا اشكال كبير، راه الا بقينا مستمرين خصنا نفكروا هذوك الناس نوفروا لهم الماء. يعني نتمم التجربه اللي كاينه الان ديال 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 محطه ديال التصفيه اللي غتكون في تيزنيت وغتكون في تارودانت، وايضا اللي خدامه عليها الدوله الانسان في جديده او في مناطق اخرى. هاد الجوانب مزيان نثمنوا هاد المجهودات، رغم ان الغلاء ديال الفاتوره ديال الماء ديال البحر اللي وصل تقريبا يعني كان في 6 دراهم دابا هبط تقريبا 3 دراهم 50 4 دراهم وفق يعني موارد الطاقه اللي كاينه جديده الان، وكيبقى دائما ثمن مرتفع. الشيء اللي تيسمح يستغلوه الناس اللي تينتجوا دوك المنتوجات اللي تيمشوا لبرا، يعني حتى ذاك المجهود راه تيمشي لهذا التوجه، ما تيمشوش للمواطنين او للاستغلال للاستعمال ديال المنتوجات اللي تستعمل محليا. علاش؟ لان الكود ديالو طالع بزاف. اذا خصنا نفكروا
في هذا المواطن اللي في العالم القروي اللي ما عنده الماء، في هذه الجمعية اللي خدمة بالإمكانيات ديالها وخصها توفر الماء للمؤخرتين ديالها، خصنا نفكروا في هاد الناس وفي الحلول ديالهم في اقرب الاجل، حيت هادو مستهلكين تيخلصوا جميع الامور، والاستعمال المفرط ديال 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 الفرشه المائيه خلى هاد الناس انهم يعجزون على توفير الماء لهم، وهذه مسؤوليه الدوله. ندعو الى يعني الانتباه لهذا الجانب هذا والى التدخل لتوفير الماء، رغم مجموعه من الجهود اللي تداروا. عرفنا احنا المبادره الوطنيه تدخل في واحد العدد ديال الملفات، عرفنا المجلس الاقليمي تدخل في واحد العدد ديال الملفات، لكن تيبقى داك الشيء راه ناقص قدام الحاجيات ديال السكان. نتمنى ان شاء الله يعني يغيثنا الله بشويه ديال الشتاء، هو الحل الوحيد يعني تخفيف العبء سواء على هاد الناس الذين يعانون، وايضا على ميزانيه الدوله اللي ولات يعني همها الشاغل، والتوجه ديال الاستثمار كاين في هذا الجانب ديال توفير الماء، وكانوا ميزانيات كبيره اللي تصرف في هذا الجانب. نتمنى ان شاء الله الله يرحمنا في خلال السنوات الماجيه، لان الا بقى الوضع غادي هكا غادي يوصل للكوارث صعيبه، واللي غادي يكون تاثير كبير ديال هذه الوضعيه هذه لا على الصحه ديال المواطنين ولا على الانشغالات ديالهم ولا على الاهتمام ديالهم، يعني غيخلق واحد 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 الهاجس لدى المواطن ديال عدم استقرار الغذائي في الحياه ديالو، وهذا شيء صعيب ما نتمناوش في البلاد ان شاء الله. وشكرا.